محمد صباح الخير. صباح النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت هادي؟ ايوه. هو في حد بيقول على نفسه انا هادي؟ ايوه. انت؟ انت بس يعني هادي؟ امال اللي سمعته في البيت ايه؟ ايه؟ اللي سمعته في البيت عنك ان انت شقي في البيت ليه؟ هو كل عمر كل شويه بيضربني. عمر اللي هو اخوك؟ ايوه بس ما يعني اللي اتقال واللي وصلني اني عمر شقي شويه بس انت برضو مش هادي. انا عايزه الحقيقه. اعترف عشان البوليس جاي. لا مش هتعترف؟ اعترف. اعترف يا محمد، عملت كده ليه؟ هو كل شويه بيضربني وابن عمي بيضربني كمان. لا احنا ما كناش في الموضوع لما اتقال لي ما كانش فيه ابن عمك، كان عمر بس. عمر بس؟ الموضوع ده جديد بتاع ابن عمك. امتى حصل الموضوع ده؟ امبارح. امبارح بالتحديد الساعه كام؟ لا ما اعرفش الساعه كام. بالليل ولا الصبح؟ الصبح. الصبح حصل الموضوع. الصبح عمر كل شويه بيضربني. مين اللي بهدل الاوضه؟ انهي اوضه؟ اللي انت بهدلت اوضه الاطفال ولا انهي اوضه؟ ايوه اوضه الاطفال واوضه الجلوس. جلوس الاطفال؟ مين اللي بهدلها؟ واللي بيشيل المفرش؟ ايوه مين بقى اللي بيشيل المفرش؟ لاني والله ما انا عمر. لا خلاص بدل حلفت خلاص، بس ما نحلفش تاني. يعني ممكن تقول بامانه انا ما بعملش كده واحنا هنصدقك، لاني طبعا اي حاجه لازم نقولها وعلى طول عشان ممكن الواحد يعني يحط نفسه في مشكله وندخل في مشاكل مع البوليس لو قلناش الحقيقه. هو الحرامي بيقع ليه؟ يقع عشان ما بيقولش الحقيقه. بيقول الحقيقه وبيكذب. بالظبط. يعني يقولوا له انت سرقت، يقول لهم لا انا ما سرقتش، مع ان كل الكاميرات جايبه ان هو سرق، فبيدخل في مشكله مع البوليس. انت عايز تدخل في مشكله مع البوليس؟ لا مش كده؟ مش هينفع، وانت اصلا في النهايه نفسك تبقى ظابط. صح. صح ولا لا؟ صح. انت عايز تبقى ظابط. ظابط ايه بقى؟ طيران؟ مرور. يعني انت بقى اللي هتوقف كل العربيات اللي معاها رخص ايه؟ عربيه. رخص عربيه، تقول له هات رخصتك. متاكد ان الرخصه صحيحه ولا ما كانتش صحيحه؟ اودي السجن. لا مش هنوديه السجن على طول. الاول احنا نقول له اركن الاول على جنب، وناخد وندي معاه كده بالحسنى. كذب هيروح ايه؟ السجن. ما كذبش هيدفع ايه؟ فلوس. بالظبط كده، هيدفع فلوس. اهم حاجه ان هو هيدفع فلوس. اهم حاجه؟ ايوه اهم حاجه طبعا. مش هو اللي غلطان وعامل رخصه غلط؟ أيوة. او ما جددش الرخصه بتاعته؟ ايوه. هو احنا اللي غلطانين ولا هو اللي غلطان؟ احنا اللي غلطانين. احنا اللي غلطانين، البوليس هو اللي غلطان. يا عم ما صدقني يا محمد هتودينا في مشاكل انت يا محمد. المهم يا محمد، يعني انا اهم حاجه ان انت اعترفت لي بان عمر هو اللي بيشد المفرش. وصح ولا صح بيشد؟ انا بس عايزه المعلومه توصل لماما عشان ماما موصيانا ان احنا بدل ما البوليس يدخل والمشاكل تكبر يبقى الموضوع عائلي، نلمه في البيت كده. خلاص احنا عرفنا عمر. طب احنا ازاي بقى نعالج عمر من فكره انه كل شويه يشد المفرش؟ هل نشيل المفرش ولا نشيل عمر؟ نشيل عمر. نشيل عمر، نوديه فين؟ ده حل حلو قوي، لان لازم نحط المفرش. نشيل عمر نوديه فين؟ نوديه نحطه في الصندرة؟ الصندرة. انت عندكم صندرة؟ ايه الصندرة دي؟ بص بيبقى حاجة كده في السقف فوق زي حاجة نخزن فيها. ماشي. ما عندكمش. طب عندكم صحارة في السرير؟ نحط عمر في صحارة السرير. بس كده ممكن يتخنق. احنا عندنا عجلة بتاعت صغيرين، ممكن احطه فيه انا. نحطه في عجلة الصغيرين؟ لا هي بتاعت كبار وصغيرين اللي كد عمر. قصدك ان احنا يعني نحجم الحركة يعني عمر صغير خالص يعني على كل المشاكل دي. والله صح، هو اللي بيعملها المفرش. لكن الأوضة أنا أوضة الجلوس ولا أوضة أنت الأطفال؟ أطفال أنا والجلوس هو. يعني انتوا بتوزعوها، واحد اوضة والتاني اوضة تانية. لكن المفرش اكيد عمر. امال المية مين اللي بيكب المية عند التلاجة؟
لا والله يا عمر برضو ده عمر ده مجرم مجرم. هو عنده كام سنة عمر؟ 2.5. 2.5 بيعمل كل ده؟ جرام جرام. لكن محمد هادي مش قوي يعني، بس هادي. اعترف يا محمد قبل ما الناس تيجي، انت هادي؟ بس مش خالص. ما هو يعني نسبة كده، يعني لو ادينا لك نسبة، نسبة 50% ولا 70%؟ على ايه؟ على انك مش هادي قوي. 70%. يعني 30% هادي و70 مش هادي، ولا 30% هادي و70 مش هادي؟ 70 مش هادي و30 هادي. انا احييك على ان انت اعترفت. انا بشكرك بجد يا محمد، لاني مفيش شباب زيك في السن ده بيعترفوا بالحقيقه دي، لان الحقيقه صعبه. صح. ومره. صح. وما نقدرش بقى نحط عليها سكر، لان خلاص هي الحقيقه مره. صح. انت حطيت عليها سكر قبل كده؟ هي الحقيقه؟ لا. لان ما ينفعش نحط عليها سكر. انت بتحب السكر؟ لا. ولا انا مش بحبه كتير قوي يعني. يعني لما بتشرب كوبايه لبن او كده تحط سكر ولا تحط عسل؟ عسل. عسل. بتشرب اصلا لبن؟ ما تقولي الحقيقه. بشرب لبن وشاي. بتشرب لبن اكتر ولا الشاي اكتر؟ لبن اكتر. شاطر محمد، انا بحييك، لان مفيش شباب في السن ده بيشرب لبن كتير. تاكل بيض؟ لا. جينا بقى عند المشكله الكبيره اللي بنقع فيها كلنا. انت عارف ان البوليس ساعات بيقفش العيال او بيمسك العيال اللي مش بتاكل بيض، لان ده اجرام، حاجه مجرمين. صح. لان البيض بيقوي. صح. البيض بيخلي الشباب يلعبوا كوره. صح. مش انت بتلعب كوره في البيت؟ ساعات الكوره بتعمل حاجات وبلاوي وكوارث. طيب يبقى كده هيسحبوا منك الكوره. هاكل بيض. هتاكل بيض وعد محمد؟ يعني انا انت فاهم، انا بحاول كل ده احل المشاكل عشان البوليس ما يتدخلش. تمام. هناكل بيض. هتصل بماما. اتفقنا محمد. انت بقى قلت لي هتطلع ظابط ايه؟ مرور. يعني انت عايز تطلع ظابط ان شاء الله. اقابلك بقى بعد سنين كتيره وانت ظابط، ولا اجي لك كمان سنتين؟ سنتين. ماشي تمام. شكرا محمد.